تحية طيبة لكل مشاهدي قناة حنا بعال أهلا وسهلا مرحبا بكم موعد جديد أكيد من برنامج عيادة للجميع نعاود مساج فرصة هي حلقة أكيد بعد عيد الأضحى المبارك إن شاء الله أكيد كل عام وتواسى كل حين بألف خير أكيد لهنا تفرهتوا أيامات العيد شوية ولكن ولكن ديما نقول أنا ردوا بالكم على صحتكم دايوغ الحلقة اليوم نحكيو على بعض المشاكل المتداولة والموجودة في المجتمع التونسي على غرار عدم انتظام خاصه نبضات القلب وقتين نحكيو على عدم انتظام نبضات القلب نجمو نحكيو على دقه زايده كما نجمو نحكيو على بطء في دقه القلب نجمو نحكيو زاده كذلك على هذا الارتجاف الاذيني اللي يشكل يسبب بلوتو مشاكل كبيره برشا سورتو للكارديولوج وخاصه معناتها وقت نحكيو على الارتجاف الاذيني فان سيت ميسيون بالنسبه للكارديولوج وكذلك ان ديفي بالنسبه للكارديولوج فيزابي للباسيون نتاعو المريض التونسي نحكيو زاده كذلك على العلاج بالمنبهات الطبيه نحكيو على لابلاسيون لابلاسيون الكويان هذا شنو في مستوى القلب ينجم يكون افروا اشو فريمون لي نوفوتي موجودين دائما فيما يخص قلت انا اختصاص امراض القلب والشرايين اي دايور اي دايور باش نعملوا ان فوكس ان روتور سور اون مانيفيستاسيون انترناسيونال اه. نقول انا مش حتمة الارقام القياسيه ولكن اون مانيفيستاسيون لاقت نجاح ونجاح كبير جدا على المستوى الدولي هي حلمه بدات من, بلغر... من بلغراد من اه. كانوا حاضرين فيها لهنا اختصاص امراض القلب والشرايين شافوا لي كونفرير في في بلغراد قالوا تيان علاش لي كيف عملت الدوله هذه علاش ست مانيفيستاسيون ما تكونش في تونس بدات في فينالمون، هذه مانيفيستاسيون نحكي عليها ليد ان ليد اوت سمبوزيوم صارت في تونس، قاعدين تشاهدوا في الصور نتاعنا نحكيو على 18 دولة أوروبية، آه, عربية، آه, إفريقية كانت حاضرة في تونس وخاصة المهم والأهم نحكي على لي فيما يخص الريتمولوجي أو عدم انتظام ضربات القلب، دونك لهنا سعيدة جدا كما قلت حلقة خاصة نحكيو خاصة على عدم انتظام ضربات القلب أه سعيدة جدا أكيد لهنا بقبولهم للدعوة أه امتاعي دكتور عفيف بن حليمة أستاذة في أمراض القلب وشرين بمستشفى عبد الرحمن مامي مختصة في اضطراب نباتات القلب مرحبا بك دكتور عفاف عيدك مبروك أه هكا بالمخر شوية ولكن مرحبا بك مرحبا بيك. عايشك كذلك لاول مره سعيده جدا وشرف لي باش تكون حاضره معايا دكتوره سناوي والي طبيبه استاذه مختصه في امراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الرابطه ومختصه في اضطراب نبضات القلب مرحبا بك دكتوره سناوي شكرا لك عايشك مرحبا بكم وكل عام وانتم بخير وكل التونس بخير ربي فضلك عايش. كما قلت ان مانيفيستاسيون فريمون حتمت الارقام الكل انترناسيونال حلم بدات دايوغ ما بيناتكم كنتوا معناتها دكتوره سنا دكتوره عفاف تنجموا ما نجموش نعملوا هالريتمولوجي في تونس عدم معناتها سيسيون كامله مهتمه بعدم انتظام ضربات القلب تحقق في هي, هي سيسيون كامله هو ميتين كامل مهتم ب بارتي دو لا ريتمولوجي حاجه آه. صغيره آه. مي اون افيزي ليكسيلونس حبينا تبارك الله عندنا لي في تونس مي حبينا سيت فواسي ان نكونوا لو تري او نيفو آه. وان نجيبوا مانيفيستاسيون انترناسيونال لتونس الحقيقة كانت حلمة قلت خاطر كي سمعت به اللي مولا المانيفيستاسيون يحب دكتور غوران ميلازينوفيتش يحب يمشي بلاد أخرى غير بلغار أوروبا ولا. الأوروبا. أنا وقتها قلت وين علاش لا أفريقيا وعلاش لا تونس إي دولا عندنا عام احنا نخدموا عليه سي با سي با أن موا سي با دو موا سي 12 موا 12 موا جوان 2023 بدات الحكاية بدات كلمة بدات بوينت لماذا؟ يعني عفيف تقول لي دكتور عفيف تقول لي فريمون المغرب الطياره الي غوتو معناتها ما نحكيوش شي اقل من 24 ساعه نقول لها وين ماشي؟ باش نقنع باش نقنع نهار الست العشيه ماشي غدت ترجع تقول لي انا راه حد انا يقول فريمون باش تقنع باش اقنعت المنظمين المسؤولين المسؤولين نتاع التظاهره وهذه سي فاسيل مي الحمد لله توني بون احنا بيدنا شجعنا قلنا احنا لازمنا نظهر بلادنا كفاءات بلادنا اللي احنا عندنا مستوى عالي, في الطب وفي القلب وفي طبيبات مرض القلب والحمد لله صارت صوره مشرفه لتونس بصراحه معناها تصور انا الغتوخ كان آه. انورم آه. دكتور سنوالي نهارين آه. فريمون معناتها كو سوسوا هذا واني دولي دولي اللي كانوا ساعه نقولوا نحن الدوسي اللي تحط سيغ تابل سي ان دوسي تخي لور افيك دي نور أيه. معناتها بيرتينون فيما يخص الغيتمولوجي وقت اللي نحكي على ان دوسي تونيزيان 100% تونسي وبكفاءه تونسيه تنجم تجيب الخبراء هذوما اللي على المستوى العالمي سكو عندنا ما نقولوا في في و... في رواحنا عندنا ما نقولوا في الطب نتاعنا. حبيت يعني. حبيت اني نلمدوا الافارقه. لافريك rendre accessible une manifestation internationale خاطر صعيب راهو انك باش تمشي لاوروبا ايترا بالنسبه لزملائنا من افريقيا دونك قلنا هيت علاش لا سيت كولابوراسيون سود سود علاش لا تونس مع البقيه جاونا برشا من مصر من ليبيا من من المغرب من الجزائر من السنغال من كوت ديفوار من توغو برشا بلدان نسيت سيغمون بلدان اخرى وتلمينا اي اون افي اون سيسيون إن ضخنة فيكت فيها طعم سبيشال كانت <applause> كانت تبادل جوست مع الخاصيات الخ... حتى افريقيا الاكسبيريونس نتاعو برشا برشا حتى صعوبات صعوبات نعم. اللي تواجهها البلدان الافريقيه معناها ب... وسيتي فرصه انهم معناتها اوروبا لل... البلدان المتطوره عرفوا المشاكل وقالوا مستعدين ان احنا نساعدوا في فورماسيون حتى لاكسيسيبيتي خاطر الماتريال غالي برشا غالي برشا برشا قلت لي حتى للورك ورك شوب اللي تعملوا في هذه الدوله الاوروبيه البرا انت على بعدها شكون بدات هي بحلمه تحكي لي هذا الكل في الاوف وانت زاد كذلك دكتوره سناء فيما يخص هذوما تركيب لي بيس او هذوما اللي هما المنبهات الطبيه معروفين البيلا 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 فريمون قلت لي البره حبيت تكون في تونس خاطر تشوفوا معناتها فريمون لا فابريكاسيون دو لا بيل في, في الأن غيال الخيوط كيفاش هذه صارت زاد كذلك في فريم. في, آه في دكتورة تونس دكتوره سناء تودي تحكي لك اون احنا معناتها كنا يجيني طبيب انا كطبيب نركب البيلا يجيني الخيط حاضر البيلا حاضر ما وقت اللي في بلغراد دكتوره ويلي وقت اللي شفنا شفت معناتها الطريقه نتاع الصنع يصنع يلزمنا ابسوليمون نشوفوا احنا داكور ونحطوا في الماتريال يلزمنا نعرفوا كيفاش تصنع <applause>

اللي معناتها تلامذتنا كان لهم الفرصه اللي بتتخ بعد عوام باش ينجموا يوصلوا لل... يحضروا التظاهرات كيف هناك كانت لهم الفرصه لأنهم انهم حضروا وتعرفوا على عباد من مستوى عالمي وشافوا زاد التقنيات الجديده. زاد الدكتور mm. بن حليمه مش كيش كومون كونستوي سا سونت زاد mm. فما دي بيس ميكير ما غير مسالك. هذوما <مثل> جدد عملنا دي, دي ورك فما دو ورك شوب تعملوا. كيفاش حتى الفلو ليتيديون كلنا حاولنا نركبوا باغ دي لا سيمولاسيون <مزيك> <applause> <applause> يعني حاولنا نركبوا نشوفوا كيفاش التقنيه كيفاش تركيبها خاطر فيها فيها تقنيه أي تقنيه بيع. مختلفه وان شاء الله ان شاء الله في تونس عما قريب يا ربي ان شاء الله يكونوا موجودين فما موجودين خاطر فما مرضى يستحقولهم اللي بلاش خيوط قلنا حتى على سيكاتريزاسيون حتى أي. على الجماليه حتى أطاف. أطاف. على باغ ما عندكش مين تدخل يبدا المريض مثلا انسفيزون غينال عنده فيستير من شيره ومسكر عروقه من شيره هذه مين باش تحطوا البيلا باش تعملها له بالجراحه حتى واحنا ما زلت في لا نورمالمون في المنيا في المنيا انفازيف هذا هو هذا هو اللي يلزم سكون ابيل ليدلس بيس ميكر يعني ما غير سونت فما زاد لو ديفيبريلاتور سون في وسط القلب واحنا نعرفوا اللي لي سونت نتاع البيس ميكر ولا ديفيبريلاتور فما فما البيس ميكر هو اللي يعطي النبضات وفما ديفيبريلاتور اللي يعطي الشوك وقت اذا كان جات دقه مشومه دقه خطيره تحط البرونوستيك نتاع المريض اون جو اون جو صحيح وقتها هي ويبدا المريض في دارو هي لو سوف نقول يعني لهم انا كيما الباراشوت وقت اللي تستحق لها تلقاها بحذاك موجوده تنقذ مم. لك تنقذ لك حياتك مم. مم. دونك هذوما لي صوت نعرفوهم هما سبب المشاكل الكل حتى ذيك انا نجم نركبوا دي, دي ديفايس م... الات ما غير خيوط خيوط, خيوط. خيوط. <متحدث> ان شاء الله علاش هي ديما, ديما كيستيون دو, دو كو دو كو دو كو هي لكنا هي الكنا معاونتنا في كل شيء لو كان تكمل نزيد تعاوننا في في ادخال التقنيه الجديده هذه لتونس ما حناش اقل من الناس دوت المنيير هذايا روتور كما قلنا على ليد ان ليد اوت سيمبوزيوم اللي صار في تونس نهارين فريمون انا شفت ليزابريسيون معناتها نتاع الاطباء اللي كانوا حاضرين كما قلنا من مختلف الجنسيات كو سواء الافارقه والا حتى في المستوى الاوروبي العربي فريمون معناتها صاروا برشا هما ديزيفينمون فيما يخص الكارديولوجي فريمون تخدموا برشا ما شاء الله ما ناخذكمش بالعين كو معناتها في مختلف الاختصاصات غيتمولوجي والا امراض القلب والشرايين لي فالف معناتها خدمه كبيره برشا تقوموا فيها وهذا إشعاع خاصه يزيد لتونس في المستوى العالمي نخدموا على الفيوتشر ذا نيكست فيوتشر اون تخي ايماج معناتها فيما يخص اختصاص امراض القلب والشرايين عطيناهم فريمون حاجه الحمد تشرف وممكن نتابعوها فيدباك إيه إيه اكسلون دايوغ قلنا الليد ان ليد اوت هذا كان تحت رعايه اكيد لهنا وزاره الصحه زاد كذلك تشرفنا وزير الصحه دو, دو, دو. دو تونيزي وكذلك المستشفى الجامعي آه بالرابطه وكان حاضر زاد كذلك السيد السيد الوزير في ليفينمون هذا في المانيفيستاسيون ديالي اللي كانت خير رتوغ ورى اللي كونه ثم ان شاء الله معناتها اللي هو ان جوران وقت شاف وزير الصحه جاي قال فريمون معناها فهم لي احنا عطينا قيمه كبيره برشا لل... وإنو معنا معنا وزارتنا عامله معنا تشجع في التقنية التقنيات انه وزارتنا وزاره الصحه تشجع في الزمن شاف المقررين نتاع الصحه

السيستم اللي صار في الرابطه آه الانسايت اكس آه ما عندوش برشا دوت ولكن هذا اضافه تحيه كذلك لرئيس القسم الدكتور سامي المورالي رئيس قسم امراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الرابطه هذا زاد يزيد لكم انتم وخاصه للمريض هو التونسي راهو نحكي هو, هو اكيد هي الدقه الزايده والكويين تو قلت على سيستم 3 دي في اريانا فما ان سيستم فما في الرابطه فما في لوبيتال ميليتير في في سليم هذا الكل باش يحسن جودة, جودة وقيمة المداوات للمريض على خاطر فما دي تاكي كاردي دي ما نجموش نداويوهم باللابلاسيون كونفونسيونيل يلزمك طرق أخرى باش تداويهم باش يكون بوك لي ان بون ريزولتا اما في بوليفيكاسيتي والحماية والحماية المريض عندك مريضك يلزمك تنجح ما غير كومبليكاسيون ما غير مضاعفات هذا هو سي اون بالانس اي بالتقنيات الجديده عندنا مواد كومبليكاسيون اي بلوس ديفيكاسيتي اكسيلون دوك مانيير نحكيو على عدم آآ 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 انتظام ضربات نبضات القلب هي سيت سو سبيسياليتي دكتوره عفيف معناتها مش ما نقولش انا مش اي كارديولوج يبقى دائما هو ان كارديولوج ولكن فما هذه اختصاص وحده راهي بالريتمولوجي وراهي وراهي ب نبضات ال ال ريتمولوجي انترفونسيونيل انترفونسيونيل دونك تقرا وحدها بخلاف ال كمل احنا مع. كنا نقراو كيف كيف فما اللي يعمل لي كورونير احنا نقولوا سامحني لو بلون بلومبي والالكتريسيان والاركتيكت نتاع القلب كل كل واحد كل واحد يعمل حويجه الى الى اوني دون في وقت السوسبيسيليتي ما تنجمش تعرف كل شيء امبوسيبل امبوسيبل تيلمون سي فاست وتيلمون كل كل شابيتر من الكارديو سي ان بروبليم دو سونتي بوبليك صحيح l'insuffisance cardiaque c'est un problème de santé publique l'hypertension c'est un problème de santé publique les troubles du rythme et fibrillation القلب خاطر يقول اخي القلب اوكي الاورده والشرايين هذا في الغالب نحكي دائما السيب نتاعنا المواطن التونسي اللي يشاهد فينا قلب عضله دو تمانير هو القلب يقول لك عضله ولكن العضله هذه راهي تخدم كان بالسيركوي الكتريك عندنا كورون بيان سور عندنا الكورون عن الكورون كيما اي انستالاسيون كورون هذه معناتها اللي تعطي هي اللي تعطي الدقه احنا الدقه العاديه بالنسبه للانسان عادي ما نحش نحكيو على الصغار انسان عادي تكون بين 60 وال 100 المعدل حاله طبيعيه حاله طبيعيه جينيرال بين 60 وال 100 المعدل نقولوا احنا في 70 اللي اكثر من 100 نقولوا واحنا ثم ارتفاع دقات القلب تاكي كاردي ولي اقل من 60 نقولوا ثم انخفاض ثم برادي كاردي انا مش معناها راهو حاجه عادية نعطيك في المعدل خاطر تو كان تحب نحكيو مم. على ارتفاع نبضات القلب لتاكي كاردي هذوما او دولا دوميي نجم الانسان كي يعمل مجهود ولا يبدا مفجوع سبور ولا ستريس ولا ستريس ولا ثم الغده الدرقيه كي تمشي برشا تيغويد نجم تعطي تاكي كاردي كيما نجم نلقاو مرض اللي هو لو بلو فريكون

الدقه الدماغيه مع تقول 21 25% من الجلطات الدماغيه مسؤول عليها الدقه الزايده واللي تنجم ما اعراض اي نجم, ايه ايه نجم بها 25% معناتها نتاع جلطه دماغيه مم. تكون مم. من الدقه الزايده اه. او الارتجاف الاذيني سي تا بورسونتاج معتبر, يعني معتبر وزاد كيف كيف حتى الزهايمر ودكتور بحليم باش نجيو عليها احنا بلاد فيها عندنا برشا ايبرتونسيون ايه. وبرشا سكر ومش منظمين الهيبرتونسيون والسكر هما جزء الاسباب رأيسي. الاكثر رئيسيين في ظهور الارتجاف في الاذين واحنا الحمد لله التونسيون ماشي كيليبري جينيرالمون والسكر واسع مينيموم عند اي اي ثلث ثلث شو قداش معناتها ريسك عندك اكثر عندك اللي عمرهم في الستين سنة عندك ستة في المية. اللي عمرهم سبعين من سنة ستة عندهم ارتجاف أذني واللي رح. عمرهم ثمانين عشرة في المية. دونك شفت لافريكونس نتاع الارتجاع في اذني يكبر هو بالعمر. يعني كي نقول لك 6% من العمر 60% سي انورم سي انورم على خاطر فولا قلنا اللي هي الشيخوخه فييسمون تاع القلب سبحان الله عباره على إن انا عملت انسيون تاع ضو وعندها 30 سنه ولا 60 سنه يا اخي باش يشدني البريز 30 سنه ولازم باش إذا كانك ناهي بها والطحمه راكحه والسكر راكح الريسك شدك اقل اما اذا كانك تبلبس وكل شيء تبلبس فوالا <applause> <applause> انا حكيت بلبيز لهنا مع ارتفاع ضغط الدم الدم والسكري والسكر اللي هو والجلطات التدخين والجلطات التدخين كلها الشخير <applause> في الليل زيادة. زيادة في الليل زاد باش نجيو لابنات زاد زاد لوبيزيتي وحنا زاد لوبيزيتي معناها ثم برشا عوامل نجموا نعملوا عليها باش نقصوا في لا لا في الانسيدونس نتاع سيزونتاريتي اكزاكتومون سيزونتاريتي هكا اللي ما نتحركوش ما كل هذه فاكتور تاع الاتجاه في الاذين برشا زاد ياسر فيما يخص الزهايمر خاطر زاد كذلك النسب نتاع الخرف او فقدان الذاكره ينجم نوعيه عدم انتظام نبضات القلب تكون من بين اسباب نحن الاسباب لفقدان فقدنا صارت صارت معناتها دراسات علميه وصارت حتى انتاز في المستشفى الرابطه اللي شفناها وقتها هي دراسه علميه اثبتت اللي حتى انسان عنده الدقة زيدة حتى ما يحس حد شيء يعملوا اي في في راسه, راسه. راسه يلقاو دي بتي زاكسيدون فاسكولير عمر 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 صار حتى جلطه لو فات تبدا عنده الدقة الزايده هذه يعمل دي ميكرو انفاركتوس سيريبرو وهي على لونغ بالطويل تبدا تسبب في الخرف هذاك علاش احنا نحثوا دايوغ مع دكتور ويلي ماذا بينا نعملوا تظاهرات توعويه أكثر. اكثر للعباد الكبار في العمر سكرينينغ سكرينينغ لو ديبيستاج اكتيف اللي عمرهم 65 فما اكثر معناتها سينيور معناها كما نقولوا احنا ابائنا والعباد الكبار اجدادنا وكل ماذا بينا نشوفوا لهم الدقه نتاعهم ماذا بينا مره في ست شهور يعملوا ودولادو 75 سنه تخطيط في القلب باش ما نوصلوش للد... خاطر برشا عباد بهم سي يعملوا جلطه احنا ما نحبوش نوصل للجلطه هذي ماذا قبل ما تبدا الاعراض نتاعها نعمل ثم ادويه وقائيه هي الدويات اللي تجري الدم مم. كي نفيق بها انا الدقه الزايده نعطي دواء اللي يجري الدم ضد التخثر في الدم ونجم نقي المريض نتاعي من الجلطه والخرف المبكر وكل شيء. لهنا ما نعرفش انا ثم اعراض دكتوره والي فيما يخص مثلا هذايا عدم توسيح صحيح انا كي نكون مثلا نعمل مجهود بدني نحس لقلبي قلبي باش معناتها ثم آه اللي قلبي معناتها نقول انا باش يخرج من من بلاصتو باغ كونتخ في الغوبو وقت اللي نبدا راقد نحس يصير ان غالونتيسمون بطء في آه ضربات يولي قلب معناتها هذا لوجيك في العاده ولكن انا مثلا اون تونك ادولت فوت 60 سنه كيفاش نعرف لي انا كونه قلبي في دقه زايده والا تنشوفوا نحن خاطر ثم الدقه الزايده ثم البطء في الدقه معناتها على هنا هو السمتوم اللي معروف هي البالبيتاسيون قلبك يولي دق تك 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 بنتذة. بلاش حتى شيء معناتها لا مجهود لا حتى شيء حتى بلاش مجهود حتى انت قاعد ما غير مجهود مي مش هو لو سول سمتوم سي با لو سول سامتوم بارفو المريض كي يمشي يحس بضيق نفس سي لو سول سامتوم اللي 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 موجود فهمت بارفو اللي ما فما حتى سامتوم وهك علاش يزلنا نعملو لو سكرينينغ قلتلنا كل مريض يحط يده على صبعه والا فما تولي مطرح كيف كنت نحط يدي خلينا نحسب حتى فما حت تنجم ساعات تحس, تحس, تحس صارت اي تحس البو نتاعك تحس بالله تورينا المخرجه نتاعنا اه مثال كيفاش مع الدكتوره والي كان هكا فوتخ كاميرا هاي الدكتوره اه ويلي والي خلينا نشوفوا نحط اللعبائل نحط البوم نتاعي على دقيقه نورمالمون تحس تك تك تحس بتحسبهم بتحس بانتظام بانتظام ما بين الدقه والدقه الوقت هو بيدو جينيرالمون في السبعين في الثمانين وتوا احنا مثلا مرضى مرضى اللي عندهم التونسيون الكل من وصيهم باش يكون عندهم ان بغاساغ في الدار يعملوا لو تو احسن طريقه باش المريض يتبع روحه اللي عنده غرزه الدم يبدا عنده بغاساغ يشوف توا توا ولا فما اللي كنا كنا كتير ما سمعتوش على الاباري هذيك الدكتوره ويلي على الاباري هذيك باش يعطيك السطر الاول يعطيك نتاع التونسيون ايه؟ الماكسيمال السطر الثاني المينيمال والسطر الثالث

معناتها فيابل دكتوره والي معناتها اسافيا مش الكل ولكن معناتها يعطيك حاجه نجم انا نتبع هذاك المونجي ولا كونكتي بال... بالالكتروكارديوغرام سي سي تري فيابل <applause> دونك نشوفوا شنو النوعيه <applause> <applause> <دي. تصفيق> هذه الالات خلينا او موا معناتها سي فغي او حتى للكبار لل... لل... اللي قاعدين في الديار ينجموا كي يتبع روحهم احنا ما وصلناش للسمارت واتش مش لازم مش لازم يا اعمل لي تخطيط كل عام سهل اسهل شيء منك؟ ولا كل مره تباشر الطبيب تعمل تخطيط. تعمل تخطيط يشوفوا لك الدقه العاديه ظاهره والارتجاف الاذيني ديجا الديغنوستيك بتاع الارتجاف الاذيني تعمل على التخطيط. كي يبدا عندي بالبيتاسيون مش معناها ارتجاف اذيني فما 20 الف نوعيه تاع دقه أي الدقة آه نجم يكون عندي سخانه نجم نتفجع نجم اي شيء كريز دونغواس يعني اي اكيد في الدم فقر في الدم هايبر تيرويدي مثلا لكن عندك تيرويد غده غد زيادة زي زي غده زيادة، الغده الدرقيه تبدا تمشي برشا تخدم برشا تعمل هذيك الدقه آه، الزايده <تح�> زي سورتو هي الدقه الزايده كي تجي للصغار مثلا واحد عمره 35 40 سي با ابيتويل باش يبدا عنده الدقه الزايده هذه الفيبريلاسيون نعملوا لهم جينيرالمون دي بيلون تاع التيرويد وبارمي معناتها بالنسبه للاسباب هو الغده الدرقيه لانسفيزونس كاردياك ما نعرفش تنجم تكون هي فشل القلب خاطر برشا زاد نحكيو هنا على قصور في عضله القلب زاد سيت مرض وارد وموجود والارتجاف الاذيني والقصور القلب اصدقاء واحدة تعب الاخرى الارتجاف الاذيني يعطي ديكومبوساسيون تاع لانسفيزونس كاردياك والانسفيزونس كاردياك فافوريز ارتجاف في الأذين. اش مرة, مرة الارتجاف معناتها الدقة زايدة اللي في الغنى. لا في كا هذيك تعمل الدقة الزايدة، يعني أيه أيه قصور في عضلة القلب اللي فيها التوانسة. أي تعمل الدقة الزايدة. وحتى حتى الدقة الزايدة كي تقعد برشا تعمل تعمل قصور القلب. معناتها سيان سيركيفيشيو واحد يفافوريز لوطخ. السكري ارتفاع ضغط الدم, الدم، القصور, القصور في في القلب قلنا العمر في حد ذاته معناتها تقدم في العمر. تقدم في العمر. زيادة الوزن. زادت الوزن يا فيها زيادة كذلك تعاطي الكحول أو أي ولا تعاطي الكحول. التدخين أي ولا أي يعمل يعني أي, أي, تعاطي الكحول مع مثلا من أنا حتى تعاطي الكحول ثم دي جون ساعات ساعات يمشي دي ويكاند يشربوا برشا يرجعوا يت... نهار اثنين سميوا الهوليدي سندروم يرجع نعرف اثنين بدقه زايده ولا لحد الدنيا شوار نهار لحد في الليل تبدا هيك الارتجاف في الاذين. اما ماهيش مرضي حاله مرضيه. دكتور يعني له نفهموهم نقول لهم راهو انت راك تجاوزت الحد نتاعك في تناول الكحول دونك يرد باله خاطر راهو تعاطي الكحول بصفه معناها كبيره شويه احنا اه الى ديباسي لو اللي عملوا ارتجاف في الاذن يبدا عنده سونسيبيليتي عنده اه بري انه تكون عنده ارتجاف في الاذن. فما عامل الوراثه زاد لهنا يسالوا فينا الدكتوره والي خاصه تمام. لدى الاطفال مثلا نعرفوا زاد هذايا زاد سي شابيتر وحده العيوب الخلقيه والتشوهات الخلقيه في مستوى القلب سبحان الله صغير تولد بنقبه في القلب والا ما نعرفش انه ثم عده امراض مالوريزمون لا لازمنا زاد لازمنا نخصصوا له حلقه خاطر برشا لهنا اولياء معناتها كي سوفر مع العيوب الخلقيه الخلقيه في مستوى القلب هذوما ينجموا زاد يعملوا من أكيد بين اكيد اكيد اشاك فما سيكاتريس في وسط القلب الفافوريز انك تجيك دقه زايده في كي يكبر ديما أشك فوا فما اي سر ولا حتى جن حتى هذاك هذاك سي اوتر شابيتر سو مرضى تخي سبيسيال واصعب في المداواه اصعب لان الاناتومي القلب العادي نعرفوا منين نمشي ومنين تدخل منين اما قلب المريض اللي عنده تشوه خلقي برا عاده اليمين على اليسار واليسار على اليمين والاخر العرق هيك اللي نورمالمون يخرج من بقعه يخرج من بقعه اخرى دونك لا سي انا معقده أنا اكثر, معقدة أم أكثر. أم. اما تديو كما نير السويفي عندكم نتوما دكتوره والي عند عند مختصين فما اختصاص سبيسيال هما لي لا لي كارديو خاطر ما تنجمش تعرف انت مشاكل آآ صغير من تولد من تولد الا ما تعرف لازمك تعرف المرض الاصلي نتاعو صحيح <متصفيق> دونك سو لي كارديوبيدياتر اللي يلزمهم يتلهو بهذو ال... كي يكبروه هما يوليو في الأخير يكبروا ما صغار <متصفيق> مي يقعدوا سو سون دي كونجينيتال اللي يلزم يطلع بهم لو كارديو هو يعرف يعني يعطيهم الشمال تاعهم والشمال تاعهم معناتها الونتيغ <applause> زاد برشا يسالوا لهنا لا شيرورجي مثلا اللي عمل جراحه في مستوى الريه او في مستوى اللي 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 الحلق نحى اللحمات ما نعرفش معناها شنو هو فماشي غولاسيون إتوات ما بين الجراحه والدقات الزايده صحيح اي فما وفات سيرتو احنا تو نحكيو على الشابيت نتاع الارتجاف الاذين صحيح ثم عباد اللي يعملوا نحيو بارتي من نجم بعد العمليه نجم تجيهم عباد هذوما كما نقولوا بريديسبوزي ديسبوزي يعني ان يجيهم ارتجاف في الاذين فما بعد بعد جراحه القلب تصير لهم فما حتى ساعات جراحه مراره ولا جراحه على على الكرش تنجم السوية على بعد العمليه يجيهم ارتجاف في الاذين هذه هذا مزيد كيف كيف معناتها باش نتعاملوا معاهم بنفس الطريقه اللي إن اي انسان هذا انسان عنده بري انه باش يعمل ارتجاف. قابليه قابليه فوالا قابليه انه يكون عنده ارتجاف في الاذين دونك نعملوا اللازم اللي هو خاصه الادويه اللي تجري الدم كونتر التخثر في الدم دم. ونعطيهم زاد ادويه تنقص شويه في دقات القلب ثم لي بيتا بلوكون ثم انواع نتاع ادويه تنقص شويه من الدقات وثم حتى ادويه نجموا نعملوا ترجع كريمون الريتم ترجع كاردياك العادي يقول لك دائما الريتم بين 60 فوالا باش يقعد بين 60 70 نرجعوا له الدقه نتاعو دونك احنا سي اون ريزوب نعملوا بالنسبه للشابيتري هذايا عندنا ارتجاف الاذين الاذين اللي هو اكثر دارج واللي هو الريسك الكبير نتاعو هو جلطات الدماغيه واللي ثم كما قلنا ارتفاع ضغط الدم السكري قصور القلب زياده في الميزان التقدم في السن هذو اهم الاسباب اللي متسبب فيه وراهو الدواء نتاعو زاد بيان سور التخثر في الدم ولكن ثم زادت تقنيات جديده الدكتور وادي زاد نجم تحكي عليها لابلاسيون الكويان ثم أيوه. مع عباد معينين مجل. نجموا يعملوا لابلاسيون أيوه. قبل لابلاسيون يسالوا برشا زاد كذلك على الاغماء الفيرتيج اللي عنده يعمل تسارع في النبضات القلب ينجم يدخل في كوما ولا في حاله نتاع غيبوبه ولا الفيرتيج حاجه حاجه اي انا انا انك تفقد الوعي لا سانكوب حاجه اخرى حاجه اخرى سانكوب سا بو كي تبدا الدقه سريعه ياسر سريعه برشا برشا تجي تعمل سانكوب مي جينيرالمون والا الدقات تاكيكارديفون اللي جايين من البطينات يعملوا السانكوب والا اللي هو كيفاش يكون الاغماء لهنا المريض كيفاش يفقد يفقد, يفقد الوعي عليك انتي ساليت الفيشه معنى قول عليك انتي كريمه علاش خاطر كي يبدا القلب سريع 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 الدم عاش يوصل للمخ أي. كي ما يوصل للمخ يصير الاغماء وشنو هو الاغماء شنو هو شنو هي الدم ما وصلش للمخ ندوخ نطيح هو <applause> <applause> جست على جست من الدقه الزايده هذه علاش لازمنا كما قالت ديبيستاج اكتيف وسكرينينغ خاطر ما عندهاش اعراض سبيسيفيك معناها معني الانسان اللي عنده ارتجاف الاذن ينجم يحس قلبه يدق اما مش معناها عنده ارتجاف الاذن ينجم يعمل ايبر كونيسونس سينكوب ينجم يكون عنده ضيق في التنفس <applause> ما ثماش حاجه ينجم يكون يحس روحه فاشل معناها ما ثماش حاجه سبيسيفيك تقول لك اللي عندك ارتجاف الاذن حتى كان الدقه ايريجولير مش معناها عنده الحاجه الوحيده هي, هي التخطيط التخطيط, التخطيط. <ترجمة> <ترجمة> وكان تحب نحكيوا على توسكي ابلاسيون توا ثمن الابلاسيون اللي هي الكويان هاي فما فما, فما, فما مرضى دونك لو ديغنوستيك سامحني دكتور <ترجمة> ديغنوستيك التخطيط التخطيط هذا يعملوا هي الكارديولوج المختص <ترجمة> <ليس> في الكارديولوج <ترجمة> اللي مختص في <ترجمة> اذا مش حتى ريتمولوج اي حد اي كارديولوج بروبليم دو سونتي بوبليك اكيد حتى الطب عام راهو حتى الطب الناس كل اي طبيب ما يكون علم تعمل تخطيط تجمع آه شخص ف... تخطيط في الوحده السو... سو... الماكينه اللي تخطيط عادي التخطيط العادي تخطيط آه تاع تاع اللي انت... تمشي لاي طبيب آه. يعمل لك تخطيط لو ف... سي جي احنا نقولوا لو سي جي اه لو سي جي فما هاي. فما مرضى باش نحطوهم نعطيهم الدواء اللي الدم وفما بعض الناس في عمرهم صغير ممكن ما نجموش ما نعطيهمش الدواء الدم باهي هذه شابيتر هذه شابيتر الشابيتر الثاني المريض ما ينجموش يحس باللي سامتوم يزب قلبك تحسه عادي بارفو نعطيو دوايات، اما سا نو مارش با المريض يقعد ديما كل فيبريلاسيون ر... تركحها مره تعاود ترجع تركحها تعاود ترجع اي سا ريسيديف هذو ماش باش تحملهم لهم لازمك تمشي لان موين تيرابوتيك ما اقوى الا هي لابلاسيون لابلاسيون نجيو قبل لابلاسيون باش يدخلوا اكثر كما قلنا تم هذا الكويان الكويان كيفاش يتم اشو افروا أبدعته، حقيقه اختصاص الامراض القلب اخرى ابداع بعد هذا الفاصل فاصل